الغربة أن تكون زينبهم بلا عباسها وتدخل من بوابة الساعات. أتوقف هنا، فهذه الفاجعة تستحق البكاء دما، تستحق إهدار الروح بدل الدموع. نعيش بعد الفقد مرتين، فنؤرخ الحياة بما قبل دخول السيدة زينب من بوابة الساعات. وما بعد هذه اللحظة، فمن كان قبلها قتل ومات، ومن لم يمت كبر 1000 عام وامتد إلى هذا اليوم يرثي زينب. تذكيرا بالمصائب الأليمة التي حلت بالصديقة الصغرى السيدة زينب عليها السلام وسبايا العترة الطاهرة في كربلاء، انطلق موكب الزنجيل بداية من يوم 4 لشهر المحرم للعام 1440 هجرية وحتى يوم 9. وقد تعاقب عدد من الرواديد في قيادة الموكب، منهم الرادود الكويتي علي مهدي. الرادود عبد الله المتروك. الرادود علي المخوضر. الرادود رياض الشيخ. الرادود حسن العجوز. الرادود عبد الله العرادي. واتسم الموكب الكربلائي بالحضور المكثف للمعزين، سيما من فئتي الشباب والأطفال الذين قدموا خالص العزاء والمواساة لصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. وببركات سيد الشهداء يشهد موكب الزنجيل تطورا ملحوظا عاما بعد عام بفضل العمل الدؤوب للكادر العامل في الموكب. تطور موكب الزنجيل بهذه الصورة أتى بعد تراكم سنوات من العمل والجد والاجتهاد إلى أن وصل الشباب إلى هذه المرحلة. التطوير الجديد لسماعات الزنجيل وصلنا الحمد لله بأن احنا توفقنا في السنة. أبتدي بالشكر إلى مآتم الجمعية الحسينية على النوادرات، على التنظيم وعلى تحمل المسؤولية في خدمة موكب أبا عبد الله الحسين. موكب في تطور، وقاعدين حتى رواديد من برا قاعدة تجينا إلى قريتنا الصغيرة قرية النويدرات، وعندنا استعدادات ما شاء الله إلا هو من طبول ومن هذه الأشياء. وطبعا كل هذه الأشياء نقوم بالتجهيز إليها من قبل المحرم تقريبا 3-4 شهور، والحمد لله رب العالمين، الله وفقنا للقيام من الموكب هذه السنة، وإن شاء الله كل سنة وكل سنة نطلع بموكب أفضل وأفضل بعد إن شاء الله. لا تلومونا، أمرنا لا يوصف، تغلي أحزاننا طوال العام وتنفجر في عاشوراء فتكون ظاهرة علنية ترى وتحس، تتجسد الأتراح في صورة يا حسين وين صاب لجل العين ست شعب هل تشيل ما من شعر الحزن بمحا
معروف بها يصير.